ان معظم اللاعبين ما كانوش مركزين في المباراه امبارح، عشان كده هو بدا. يعني الناس مستغربه هو لماذا بدا كولر بالتشكيل او التشكيل اللي اقرب دائما ما بيشترك خلال الفتره الاخيره. ليه الناس بتقول ان هو اشرك محمد الشناوي واشرك كهربا؟ هو بيشرك هؤلاء اللاعبين، كل اللاعبين ال11 اللي لعبوا والخمسه اللي اتغيروا، هو بيشركهم عشان يقول لهم ان المباراه مهمه وصعبه، مش عشان حاجه، عشان هو شايف من خلال المباراه ان هم محتاجين يركزوا اكتر، او من خلال التمرين يعني ان هم محتاجين يركزوا اكتر، فهو عمل كده. رجل ذكي، انا بشوفها ذكاء من كولر، عكس ما راها البعض ان كولر كان هيخسر النادي الاهلي. لا، كولر ما كانش بيخسر النادي الاهلي، ولكن طبعا ما فيش مدرب عايز يخسر نفسه، ولكن كولر شاف ان هناك عدم تركيز من خلال التمرين، فعمل ايه؟ حط التشكيل اللي بيلعب بيه في الفتره الاخيره دائما علشان يقول لهم المباراه دي صعبه جدا، زيها زي نهائي افريقيا. وده اللي حصل زي ما حضراتكم شايفين، اهدار عدد كبير من الفرص، وبسبب قله التركيز خلانا نخش، او كان ممكن يخلينا نخش في حسبه بيرما لو لا قدر الله المباراه انتهت بالتعادل ودخلت في ركلات الجزاء، وانت وحظك بقى، انت وحظك ركلات الجزاء اجي اشوطها تيجي في العارضه مع ان الجون فاضي، تيجي في العارضه وتطلع والاهلي يطلع بره البطوله، بطوله كاس مصر. فبالتالي انا بشوف ان مثل هذه المباريات هي المباريات الاصعب على النادي الاهلي. حرس الحدود واحده من اهم المباريات واصعب المباريات على النادي الاهلي، منتخب السويس واحده من اهم واصعب المباريات، المباريات اللي جايه كلها مباريات صعبه لغايه لما نفوز على او نفوز بالدوري ان شاء الله، لو قدر لينا الفوز بالدوري. يا عم انت لسه هتقعد تقول لنا بقى لو قدر؟ اه يا فندم لو قدر. كره القدم فيها كل شيء، كره القدم فيها كل الامور، كره القدم في ثانيه ممكن اتغلب لا قدر الله. الكره دي قعدنا نضيع اجوان زي ما حضراتكم شايفين، قعدنا نضيع اجوان كتير كتير كتير، وركله الجزاء اهي. وبالمناسبه ركله الجزاء الناس اللي عماله تتريق، هي ركله جزاء واضحه برضو، يعني راجل زق قفشه، ودي ركله جزاء تانية اللي هي اللي فاتت اللي جت في الايد ولم يتم احتسابها، وغير اللي ضربه المرمى اللي اتحسبت اوفسايد، حاجات كتيره جدا في التحكيم هنتكلم عنها. ولكن مثل هذه المباريات لازم اكسبها ولازم اؤدي بيه. تخيل حضرتك كميه الفرص اللي احنا ضيعناها دي، والكره اتردت محمد الشناوي في واحده في اخر في الدقيقه 70 على او 5 قبل ال 86 قبل ما نحرز الهدف، كره اتلعبت طويله وطلعها الشناوي. لو الشناوي ما طلعهاش كانوا منتخب السويس رايح 3 على 1. لو عندك سمير لو فاكرها او لو موجوده ابعتها حطها لنا يعني. ومحمد الشناوي طلعها. لو محمد الشناوي مش صاحي ومش مركز، وهو الوحيد اللي كان مركز وجهه نظري، لو ما كانش محمد الشناوي مركز كان ممكن جدا نروح 3 على 1، منتخب السويس يروح 3 على 1، والا كان هيحصل محدش عارف. في كاس مصر وفي كره القدم دايما حاول تلعب اقوى حاجه عندك. لكن هل ده معناه ان اللعيبه دي مقصره؟ اللعيبه دي مش مقصره، اللعيبه دي فولي، يعني اسمها ايه، عايز اقول ان هم مليانين، لعبوا مباريات كتير وكسبوا بطولات كتير. هتقول لي ما احنا مأجلين الماتشات بناء على اللائحة، مش بمزاجنا، مش عشان النادي الأهلي على راسه ريشة، ولكن مجرد ان انا بلعب في كاس افريقيا كسبتها، فبركز في كاس افريقيا عشان اكسب البطولة، بلعب في كاس مصر فبركز في كاس مصر عشان اكسب البطولة، بلعب في الدوري فبركز في الدوري عشان كل ده حمل غير طبيعي على هؤلاء اللاعبين اللي انا بحييهم مرة تانية. انت بتقول مش مركزين وبتحييهم، ايوه يا فندم، لانه كنا محتاجين ان هم يبقوا كده، يعني هم مش انا، هم اللعيبه محتاجين ان هم يبقوا يريحوا شويه، يريحوا ذهنيا. بالمناسبه هم واقفين على رجلهم كويس قوي في الملعب، لكن ذهنيا كانوا محتاجين يريحوا شويه. فتمام، دي بالنسبه لهم المباراه دي بالنسبه لهم اتعلموا، شايفين ان هي يعني الكره دي مثلا كانت وهي بتتلعب كده كانت داخل الجول لا قدر الله، يعني كل شيء جايز في كره القدم. لكن هؤلاء اللاعبين في النادي الاهلي يستحقوا كل التحيه وكل التقدير. حسين وقفشه لما نزل غير الفرقه تماما وغير الملعب، كهربا وكل اللاعبين، انا بس عشان ما انساش حد، كل اللعيبه تستحق التحيه وتستحق شغل رائع اللي عاملينه. نتمنى، انا عارف ان احنا بنضغط عليكم كجمهور، ولكن من فضلكم ننتظر منكم الدوري والكاس، الدوري اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه والكاس ربنا يكرمنا بيه، وبقى بقية البطولات إن شاء الله اللي هتبدأ من شهر 8 أو 9 اللي جاي.
هو ده اللي احنا ننتظره من حضراتكم. حضراتكم عارفين ان دايما مواجهات الكاس دايما في كل مكان في العالم مش في مصر بس بتشهد مفاجآت قوية جدا. حتى النسخة الحالية بالمناسبة شهدت مفاجأتين من العيار الثقيل. فريق النجوم أحد أندية القسم الثاني أطاح بواحد من أعظم الأندية النادي الإسماعيلي، ثم سموحة بعد كده برضو النجوم كسب سموحة. لكن بالنسبة لنا كنادي أهلي أهم حاجة في الانتصار امبارح هو الفوز والصعود للدور اللي بعد كده، ودفعة معنوية اكتسبها اللاعبين وحسوا بالمعنويات اللي في دماغهم ان عليهم حمل كبير جدا، فحسوا ان لا لازم اركز اكتر عشان اكسب كل البطولات اللي جاي، لان انا عندي مواجهة قوية جدا يوم الخميس اللي جاي طبعا امام البنك الاهلي، مباراة مهمة وصعبة، والهدف الاساسي والرئيسي منها هو الفوز وحصد الثلاثة نقاط دي في الدوري، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونزيد الفارق مع بيراميدز صاحب المركز الثاني لو ربنا كرمنا وكسبنا يوم الخميس اللي جاي. الجهاز الفني بينظر لهذه المباراة مليون في المية أكيد يعني أنه لا مجال للتعثر من أجل حسم الدوري مبكرا. إن شاء الله الأمر ده هيفرق بشكل كبير جدا 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 مع لاعيبة النادي الأهلي. عموما معنا تقرير عن فوز النادي الأهلي على منتخب السويس وبداية الكاس، هذه المباراة المؤجلة طبقا للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم وطبقا للائحة رابطة الأندية اللي كانت دايما بتوصي أو لائحتها بتقول إن المباريات الفرق اللي بتصل للمباريات النهائية بيتم تأجيل مباريات اللي بتتلعب ما بين المباراة الأولى أو الذهاب والعودة. اللائحة هي اللي بتقول كده، مش عشان النادي الأهلي مثلا على راسه ريشة ولا حاجة. عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى.